هاد الوصفه، واحد الوصفه اختي اللي رجيلاتها حالتهم، وطلب شي صنيديله ويبانوا رجيلات فنين، عرفتوا هذيك الحمور. اهلا اهلا بمتتبعات الزينات، وكديرة اختي لاباس عليك؟ كديرة مع الصحه؟ وتوحشتكم والله الا توحشتكم الزينات ديالي، واللي كيسولوا ازهر غبرتي علينا غبرتي علينا، والله الا الغزالات ديالي غبت عليكم. غير هاد الايام حكيمه مرضات ليا، ما عرفتش واحد الريح السخانه، والحمد لله مني عادت بخير انا رجعت لكم، خاصني نطلع لكم وانا بالطاقه اختي باش يوصل لكم هذاك الفيديو. اش كتعاودوا بعدا كاين شي توجد المغرب؟ يلا اختي نوضي ليا اللي اختي وجهها حالتهم ولا رجيلات حالتهم، نوضي ليا. البنات غنبدا ان شاء الله نشارك معكم الوصفات ديالي اللي فنين، وخاصه واحد الوصفه الرجيلات. صافي ديري ليا هاد الوصفه ونوضي شقاي ليا هاد الوصفه اللي غندير لك اللي غنشارك معكم الرجيلات الغزالات. ديريها ديريها وديريها بحكه في الصباح في الصباح، وخليها في الرجيلات حتى تشقاي. لبسيه واحد السبرديله ديريها ولبسيها لبسي واحد السبرديله وشقاي ليا، ومن بعد رجعي. عرفتوا والله حتى غتصيبوا رجيلاتكم كيشعلوا، عرفتوا اللي شاف الرجيلات ديالكم يبقى يشوف فيهم فنه. واحد الوصفه البنات، وانا ما كنشارك معكم شي وصفه، كنعطيها لكم من قلبي واللي كنديرها انا شخصيا. المهم هنا كيف ما كتشوفوا الغزالات، هذا روتين نهار اثنين. عومت بناتي النهار الحد، جمعات ليا كتجمعوا بحكا صابرين الدوش، ولكن ما كتنضيش ليا داك، غير خلاو داك الشقه من الفوق. ايوا اختكم يوم الاثنين كندير ليه فرطه ديال الصح، كنخليه حتى الاثنين حيت كنخرجوا حنا لحد في العشيه، كنخليه اختي حتى نهار اثنين نوض ليه في الصباح. الصباح انا راه شقاي الصباح صراحه، انا ما كنشقاش بزاف في العشيه، لان الشقه كيعجبني انا في الصباح، كيضل عندك النهير هو هذاك. صافي كيف ما كتشوفوا الغزالات تيدو جافيل هما العمر ديالي، واخا انا راه كنخدم بلا ليغات، ولكن اختي راه ما كنرتاحش الليغات صراحه. صافي دست البنات فرطت هاد الجليج كامل ديال الحمام، خرج لي جبال ليا كيشعل كيشعل يا اختي، ما تبانش ليا فيه وسخه هي الاخرى نقطه كارمه ديال الراس، ما تبانش ليا فيه، خاصه هاد الحمام هذا عزيز عليا، حيت اصلا ما كندخلوش ليه بزاف بزاف البنات، بناتي ما كيدخلوش ليه بزاف، كيدخلوا للحمام الاخر، كندير لهم فيطات ديالهم وديو كيدخلوا للحمام الاخر. هذا كندخلهم ضروري، كندير الحمام مغربي في هذا الحمام هذا، لانه كيعجبني في هذيك لاباسكا، بناتي كيبغوا بحكا نعمر لهم الماء كيبقاو يلعبوا. صافي هنا الغزالات كيف ما شفتوا دست مسحت الغبره، مسحت هاد اللعيبات اللي فيهم القطن، ايوا دست عاوتاني الجليج كيف ما كتشوفوا الغزالات، من بعد ما حكيته بالتيد وجافيل ودرتو بالماء شوفوا كيفاش كيبري. صافي اختي ومسحته بواحد ثاني واحد الفوطه ناش فضرت عليه كامل كامل كيف ما كتشوفوا. ارجع ما نقولش لكم رجع الجليج كيشعل الغزالات ديالك. هذه مره في السيمانه كنديرها لهذا الحمام هذا، وبالنسبه للحمام الابيض هذا راه تقريبا يوميا كنحكو بجافيل يوميا كنفرطو. هذا صافي كندوز عليه بحكا غير، المهم يوميا كندوز عليه غير بهذا هذاك فرنيلو اللي شاركت معكم كنمسحو بحكا عادي وصافي. صافي ها نتوما الغزالات من بعد ما حكيت حتى الجليج، صافي غندوز عليها اختي الجفاف. صافي بقيت راه داز الوقت هنايا غندوز نشارك معكم شنو غنوجد لهم الغداء بالزربه، وعاد غندوز نشارك معكم الوصفه اختي. خليكم معايا وما تبخلوش عليا باللايك ديالكم غزالات. ورجعت معاكم دز هنا وجدت الغديوه بالزربه، درت لاطه الحوت. عرفتوا البنات انا راه اللي كياكل لاطه الحوت كتعجبو، ايوب كيحماق على لاطه الحوت، ماشي كنشكر راسي لا، لانني كندير هذيك الشرموله اللي كنقول لكم ديروا البنات، باش هاد الشرموله اللي كتشوفوا دابا هذه راه مشحره البنات بالبصله والمطيش، راه شاركتها معكم بالمطيشه والبصله والثومه، وتشديها تشحريها مزيان بالعطريه، وهي باش كنشرمل البنات الحوت وكنشرمل الخضيره. صافي كيجي داك الشيء لذيذ ديال البنات، راكم عارفين الشرميله ملي كتبصله ومطيشه ملي كتشديهم كتشحريهم راه كيعطي واحد المذاق زوين. صافي وهي باش كنشرمل كلشي الحوت ولا هاد، عرفتو كتجي بنينه واخا كتشد لك الوقت شويه باش تبقى ديري، ولكن البنات كتجي بنينه. صافي غنغطيها بالورق الفورنو وندير عليها الالومنيوم اختي الالومنيوم، صافي وندخلها للفران ونتلاقاو. انت البنات الخبز حتى هو خبزته فهمتي اختي،
البنات رجعت معاكم اختي. دابا ما بقاش مقابلي نهار الدار والحكام المسيح الجليج لا ما ننساش راسي تهلا في راسي واخا كتكون بعض الاوقات اللي واصله بينا العظم ولكن ما نسمحوش بروسنا وخاصه الوجهيه ديالنا وكذلك الرجيلات ديالنا يا اختي حتى الرجيلات اختي راه دابا هو الوقت الصنيديله تلبسي الصنيديله وانتي فخوره برجيلاتك اييه رجيلات كينورو يلا اختي تبعي معايا هذه الوصفه وردي عليا الخبر وصفه خطيره البنات مهم عندك اي قماش اي قماش ديال الوجه هي احسن قماش ديال الجسم قماش ديال الجسم البنات كيخرج الرجيلات اكثر بالنسبه للقماش ديال الجسم كيكون شويه ناقص يعني ما فيش هذوك الحبيبات الزرقاء اكثر ما فيش هذوك الحبيبات اللي مهم ديري قماش وديري شويه ملعقه ديال السكر سنيده هذوك الحبيبات هنا عندي هذا راح رش البنات انا غنوري لكم اللي ما عندهاش هذا من ماركاسيه يعني كتلصي به في ليدل وجميع المحلات راه قماش ديال الوجه راه كاين فيه هذوك الحبيبات الزرقاء تقدري ديري انا البنات عندي هذا متوفر هذا ديال الجسم هاتوما البنات هذا تجي فيه هذوك الحبيبات راه بحال فيه سكر سنيده فهمتوا البنات زيدوا لي ملعقه ديال السكر سنيده الرجيلات هانتوما الغزالات غنضيف واحد الشكور بلاتي يا ماما بلاتي يا جنات لا بلاتي انا غنخرج انا نعطيك سينو غتفرعي ليا لا تنخرج انا ما تقديش تجبدي الصبيره من الفريغو هنا البنات عندي واحد الملعقه كبيره ديال هذا القماش هذا كيف قلت لكم بحاله دايره فيه السكر سنيده غنزيد عليها اختي اي فغاجو عندكم هذا البنات هذا فين تقدروا تلقاوه في البازارات ولا شي واحد فاتكم من المغرب ولا الاخوات اللي كيبيعوا شريو وراه كيبيعوها البنات حتى خديجه البنات اللي كيعرفوا خديجه راه عندها راه كتبيعو وندوز لا بحالتو البنات كنتو دايرين شي كوموند من شي ان وبغيتو يجي معاكم هذا هو من شي كلام البنات راه كيتباع حتى في شاين كلشي كاين اختي في شاين كلشي كاين ها نتوما هادو ديال القنين فات ديال الحنيكات وديريهم عرفتو جميع البرودوتي ديال شي كلام راه كيشكروهم بزاف بزاف البنات هذا اختي راه زوين المهم انا عندي هذا متوفر غنستعمل هذاك البنات الرجيلات هذا نخليه اختي حتى نديرو الوجه ديالي نستعملو هذا اللي ما بقاش كنستعمل الوجه ديالي نخليه غير الرجيلات غندوز ندير هانتوما ندوز ندير واحد المهم نزيد واحد شويه هانتوما البنات ونخلط مزيان مزيان هاد القماش هانتوما شوفو كيفاش كيهود شفتو لا كان ما عندكم ديرو كرفاس انا بعدا كنجيب هادشي من المغرب كرفاسي راه عندي اجيبه من المغرب وبقى عندي هانتوما ولكن هذا خطير هذا كيبقى حتى سيمانه في الرجيلات لبسي الصنايديله ما كيحيدش يا البنات المهم غندوز دابا غنحك رجيلاتي بالحكاكه الحكاكه ديال رجلينا الغزالات الحكاكه ديال رجلين تحكيها بهذا القماش قبل عاد نرجع معاكم البنات صافي الرجيلات ديالي من بعد ما غسلتهم مزيان مزيان حكيتهم غندوز دابا اختي ندهنهم مزيان بهذا القماش دابا غندهنهم بهذا القماش صافي هنا البنات من بعد ما دهنتهم هانتوما درت هذا القماش وكنبقى ماسي اختي بشويه عندي الوقت كامل رجيلاتي كيف ما كتشوفوا كنبقى القماجي مزيان عرفتوا هذا القماج هذا لصتو شي وحده كنقول عليكم اللي وحداكم شي اخت كتبيع هذا الاوريفلام خذوه راه منتوج واعر الناس عرفتوا راه كيبيض هو القماج ديال الجسم كيبيض كنديروا بحال كنعاد مخليها الرجيلات عرفتوا راه كيبيضهم عرفتي ملي كتحيدي هذاك البلاستيك عرفتوا راه كيخلي دوك الرجيلات كيشعلوا البنات وكيخليهم بيضين وكيخليهم حمرين فنين ايوا هنا كيف ما كتشوفوا الغزالات من بعد درت ليهم اختي البلاستيك درت ليهم هنا واحد تقشيره طالعه كيف ما كتشوفوا صافي وغنلبس برديلتي ونمشي نكمل شقايه وعاد غنشارك معكم في الاخر النتيجه شوفوا عرفتوا هذا راه كيبقى وهنا البنات هذا المنتوج راه عرفتوا هذا راه كيخلي الرجيلات ما كيمشيش على سيمانه البنات على سيمانه واخا مع الوضوء واخا ما كيمشيش يا البنات الا لحكيتيه بالحكاكه وما كيمشيش تحكي بالحكاكه وما كيمشي كيبقى هذا البرودوي هذا فن عندي صراحه
ايوا هنا اختي كيف ما كتشوفوا النتيجه كيف كيخرجوا الرجيلات، ولبسي ليا الصنيديله وانتي يا اختي فرحانه برجيلاتك. واش نقول لكم الوزيرات، الا كانت عندكم شي مناسبه ولا بغيتوا تهودوا بحق المغرب برجيلاتكم كينورو، جربي لي هاد الوصفه اختي وردي عليا الخبر، وتهلاي في رجيلاتك وتهلاي في راسك وتهلاي في راسك اختي، راه ما تهلايتي في راسك راه ما كاينش اللي تهلا فيك. تهلاي لي في رجيلاتك وتهلاي لي في ويدياتك وتهلاي لي في وجهك الحبيبه ديالي. وهنا غنقول لك تهلاي في راسك، وما تنسيش دائما انني احبكم في الله، ولا عجبوكم بحق الوصفات اللي كندير كيعجبوكم. وخليو لي اختي خليو لي لايك اختي، وصلوا لي هاد الفيديو عدد كبير من اللايكات، واكيد ان شاء الله كل نهار وصفه ان شاء الله باذن الله.